النهارده هنبدأ بالبايايا الأسبانية. هي متكونة من رز، أنا نقعاه في مية، المفروض بنعمله برز الريزوتو أو رز البسمتي برضو ممكن، بس أنا عاملة الرز المصري العادي ونقعاه في مية لمدة 10 دقايق. وعندنا الفواكه البحر مشكلة، ممكن برضو الجمبري، ممكن تجيبوا جمبريتين ثلاثة بس نديهم منظر كده تبقى شكلها حلو. في بصل، طماطم، فلفل، فلفل ألوان بقى 3 ألوان، والبهارات برضو اللي احنا بنحطها زي الثوم طبعا ده أساسي معانا، هو والكمون في أي سي فود. وبعدين هنا الزعفران بيدي لسعة حلوة قوي للأكلة، وبرضو الشبت طبعا ما نتخلاش عنه خالص. هنبدأ أول حاجة عايزة أعملها إن أنا أسلق الكابوريا عشان ما تاخدش معانا وقت. زي ما احنا شايفين هحطها في المية، أنا حاطة هنا مية تغلي، هحطها في المية السخنة، وممكن أضيف معاها شوية ملح، هقفل واسيبها تستوي شوية وعلي النار عليها. وبعدين بقى عايزة أبدأ هنا أعلي النار بس كده ونبدأ. هنحط الزبدة، الفواكه البحر بقى الأول أسويها، عايزاها تبقى طعمها حلو برضو ونحبشه إحنا بقى طبعا بطريقتنا، وفي نفس الوقت ما تبقاش واخدة من طعم الرز لأن هو الأكلة متكاملة، مش هنحتاج إن إحنا نعمل أي صوص أو أي حاجة كده. تمام، عايزة بقى أشويه، عايزة بقى أحط البهارات بتاعتنا. والكزبرة، الكزبرة الناشفة برضو من الحاجات اللي بتدي طعم حلو قوي. وبعدين أقلبها، وعايزة أديها برضو شوية ملح. تمام أهو كده، تمام الرز أبدأ أصفيه كده، هو هيبقى جاهز معايا بس كده زي ما احنا شايفين. وهشيله وهبدأ أحط بقى، أحط واحدة وأبدأ أعمل كده. الثوم أهو، عايزين بقى نحط الثوم برضو ياخد لون، ناخد 3 جمبريات ياخدوا اللون الأول. هنا بقى الكابوريا كده أخدت لونها وريحتها كمان طلعت طعمها خطير شكلها، بس كده ممكن أشيلها بقى من النار أحطها على حاجة. كده عندي الكابوريا جاهزة وعندي السي فود جاهز، الفواكه البحر الميكس، وعندي هنا الجمبري اهو زي ما احنا شايفين برضو اخد لون البرتقاني كده بقى يتشوي حلو قوي اهو كده. تمام، هجيب بقى الحلة اللي انا هعمل فيها الاكلة بقى الكاملة. هبدأ عايزة اعمل بقى الخضرة والزبدة، هحط الزبدة وعايزة شوية زيت. تمام كده، بعدين ادبل بقى البصل، نحط بقى الفلفل والطماطم، الفلفل الاحمر، كل ده بيدي بقى طبعا طعم بقى حلو وحادق ومسكر شويه. وعايزه احط هنا شويه زيت، ايوه علشان المستكة تعمل، هحط شوية مستكة هنا عشان تسيح، حطها في الزيت الأول على جنب، مش هحطها على الأكل نفسه أو على الخضار أو كده. كده طلعت ريحتها وبدأت تتعامل، أدخلها بقى أيوة كده. تمام تمام
نفس الوقت الكركم نفس الحكاية برضو على جنب، لأنه هو بيتفاعل مع الزيت أو مع المواد الدهنية، فأدخله وبنزود. أيوة كده تمام. هحط بقى أضيف الرز. وعايزين نقلب بقى تقليبة حلوة ياخد اللون كده، بقى بدأ ياخد اللون معانا زي ما احنا شايفين كده تمام. احط بقى صلصة، دول معلقتين صلصة، مش هنزود برضو كتير صلصة. وبعدين عايزة احط الزعفران بتاعنا كده تمام. نبدأ نقلب شوية ملح خفيف، معلقة صغيرة. دلوقتي كده أنا هبدأ بقى أدق المية، مش هحط الكمية كلها علشان أنا عايزة أسوي كله بعد كده مع بعض. أيوة أنا هديلها نص سوا بس تشرب المية زي ما احنا شايفين شربت المية. أبدأ بقى هقلبها تقليبة، هبدأ أحط السي فود بتاعي زي ما احنا شايفين هو فيه شوية من الصوص، فهيديها طبعا طعم حلو قوي اهو كده تمام. اوزي ده ونرجع. عايزه بقى احط شويه شبت، شبت من الحاجات اللي بتدي طعم حلو قوي ومميز لفواكه البحر بالذات. وبعدين نحط ورقتين لورا، ممكن ازود لها شويه ملح. اهم حاجه بقى الميه تغطي الموضوع كله. ايوه كده، حطي بقى دي كده، اتاكدي ان الميه مغطيه الموضوع تماما. ونحط هنا كده على الوش. طبعا الحاجة دي بتدي شكل حلو وفي نفس الوقت الطعم بيبقى حلو ومميز. ايوه كده تمام، كده احنا خلصنا ده. وغطي عليها بقى وتسيبيها من 25 دقيقة ل 30 دقيقة تستوي لحد ما تشرب المية كلها، وبعدين نقدمها.